مساء الخير واهلا بيكم حلقه جديده من بوكس تو بوكس. يا اهلي يا هايل، مستنيينك يا سياتل. مش اسمه سياتل يا جماعه؟ سياتل ساوندرز، بطل امريكا، بطل امريكا يعني. النهارده الاهلي عمل ماتش ولا اروع ولا اجمل. اولا شكرا لجمهور المغرب الشقيق اللي ما خيبش الظن فيه، اللي كان متواجد في الملعب بكثافه وشجع الاهلي بكثافه، والاهلي لو بيلعب في استاد القاهره بالظبط كانه بيلعب في استاد طنجه. بصراحه بيلعب في استاد طنجه كانه بيلعب في معقله في القاهره. الجمهور المغربي بيشجع النادي الاهلي كانه بيشجع الوداد يا جماعه، كانه بيشجع الرجاء، ودي روح عاليه جدا جدا جدا، والروح دي ناتجه عن حاجات كتير جدا جدا، بجانب الاحساس العربي الجميل والدوله الشقيقه والشعب الشقيق وكل المشاعر الوطنيه اللي بيننا والعروبه اللي بيننا، لان عظمه الاهلي بتخلي الناس تنظر له دايما انه كبير، وانك تقف تشجع الكبير. هو ده المهم، ان الاهلي كبير افريقي، ان الاهلي كبير من كبار كاس العالم للانديه. ما تيجي تشوف حتى ارقام الاهلي في كاس العالم للانديه تلاقيه متفوق على انديه عظيمه جدا في التاريخ المشاركات في كاس العالم. ما فيش حد كان عنده شك واحد في الالف ان الاهلي النهارده ممكن يخسر، او ممكن النتيجه يبقى فيها مشكله، او ممكن حتى فنيا الاهلي يبقى عنده مشكله، لان الاهلي بيروح البطولات دي مركز جدا، مقدر المسؤوليه جدا، فاهم يعني ايه قميص الاهلي، اداره الاهلي فاهمه يعني ايه قيمه الاهلي، فاهمه يعني ايه ان هي تشتغل لصالح الاهلي، فاهمه يعني ايه انه القوه في المكسب، في ضبط النفس، وفي يعني تشكيل فريق قوي، وفي ان انت حتى لما يحصل لك في وقت من الاوقات تراجع تعرف ازاي تنهض وتقف بسرعه. دي عظمه اداره النادي الاهلي وقوه الاهلي في جمهوره اللي موجود في كل مكان، في كل شبر في العالم بتلاقي جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل النهارده الحقيقه في كاس العالم للانديه مباراه كبيره جدا. مش هقول لك ان المنافس احسن حاجه، مش هقول لك ان اوكلاند سيتي يعني منافس كان مرعب او مخيف، لا خالص، يعني متوسط، يعني فريق متوسط المستوى، وهو اوريدي نازل ركبه بتخبط من النادي الاهلي، لعيبه اوكلاند سيتي نازلين ركبهم بتخبط من النادي الاهلي. واحنا كنا متخيلين ان المدير الفني بتاعهم تصريحاته قبل الماتش لما اتكلم عن النادي الاهلي وعظمه الاهلي وصعوبه مواجهه الاهلي ورعبه من النادي الاهلي وقيمه لعيبه الاهلي، افتكرنا ان هو بيقول كده الراجل علشان خاطر يجرجر الاهلي يعني، او يعشمه اكتر من لازم، او يخليه يهدى فينزل الملعب يخطفه، لكن هو اتكلم بمشاعره الحقيقيه، لان هو نزل الملعب متراجع جدا قدام النادي الاهلي. تحفظ الاهلي شويه في الشوط الاولاني الى حد ما، لكن الشوط الثاني انفجرت الهجمات الاهلاويه والوانتوهات بقى واللعب السريع والاهداف اللي توالت واللوغاريتم اللي حله حسين الشحات بتسديده ولا اجمل في الدقيقه في نهايه الشوط الاولاني. الحقيقه لما يبقى في ترسانه دفاعيه بهذا الشكل يبقى الحل التسديد. حسين الشحات عمل مشكله كبيره جدا جدا بصراحه لكريستو، والفكر ضم جناح ناحيه اليمين. طب انت كنت فين يا حسين قبل الاهلي ما يضم لاعبين من بره، وقبل الاهلي ما يفكر اصلا في ان عنده مشكله في الجناح اليمين؟ حسين الشحات بيعيش احلى ايام بصراحه، واحد دلوقتي من اهم مفاتيح اللعب في النادي الاهلي، وانا بتصور ان التجديد لحسين الشحات انتهى، يعني فكره انك تقول بقى جدد ما جددش، يعني عكس اللي يقول لك اصل في لعيب عقده هينتهي بعد سنه ونص وهيمضي بعد سنه فيمشي. تخيلوا حسين الشحات ده عقده ينتهي بعد 4 شهور، ولو قلت له قبل 4 ايام من انتهاء وجدد للنادي الاهلي هيجدد للنادي الاهلي. حسين الشحات النهارده فك اللوغاريتم بتسديده ولا اروع. بعد كده محمد شريف طبعا المخيف جاب الجول بطريقته المعتاده، الجول الثاني، وكهربا يعني بكعب جميل لما نزل لبيرسي تاو النجم العائد الجول الثالث عشان تنتهي المباراه 3-0، وكانت على الاقل تنتهي 6-0. الاهلي الهايل بينتظر الفريق الامريكي سياتل ساوندرز علشان خاطر يستكمل مشواره في كاس العالم للانديه. احنا هنقعد نهلل ونغني في الفضائيات النهارده، هنشغل اغاني وهنتكلم وهنرفع الاهلي السما ولاعيبه الاهلي السما. انا يعني النهارده هتبقى ليله اهلاويه حمراء ولا اجمل على جمهور النادي الاهلي بشكل خاص وجمهور الكره المصريه كلها بشكل عام. لكن انا متاكد ان الولاد هيخشوا دلوقتي اوضه اللبس، هيرقصوا شويه ويغنوا شويه ويفرحوا شويه، وبعدين يتكشم لهم من كولر ومن الكابتن سيد عبد الحفيظ، مستر كولر والكابتن سيد عبد الحفيظ، هيخشوا الاوتوبيس بقى كل واحد لابس الهيدفون بتاعه وبيفكر في المباراه
بتاعت يوم السبت، وهي دي قوة النادي الأهلي. الفرحة بتاخد 5 دقايق، ثم الشغل ياخد طول الوقت. البحث عن الانتصار القادم هيبقى هو الأساس في تفكير لعيبة الأهلي بعد الماتش، وهتشوفه بعد شوية، هيبقى لينا مراسل هناك هنجيبه على الهواء بعد شوية وهتشوفه وهيوصف لنا الأهلي هيعمل إيه بعد المباراة. وأنا متأكد 1000000% إن كل لعيب دلوقتي تركيزه بعد نص ساعة من دلوقتي في مباراة يوم السبت الجاي، اللي إن شاء الله الأهلي يتخطاها ويطلع بقى عشان يبقى سيمي فاينل الكبار يقابل ريال مدريد.